أحد فريق الرجاء البيضاوي اللائحة الإفريقية المشاركة في نسخة هذا الموسم من دوري أبطال إفريقيا بعدما اتضحت الرؤية لدى المدرب الفرنسي بيرتران مارشان في تحديد التركيبة البشرية التي بإمكانها خوض غمار البطولة الأقوى إفريقيا. اللائحة ضمت أربعة أسماء تعاقد مع الرجاء خلال الميركاتو الشتوي، ويتعلق الأمر بالحارسين خالد العسكري وعبد الرحمن الحواصلي إلى جانب المهاجم سمير مركوي والإيفواري أداما باكايوكو، فيما خلت اللائحة من المخضرم بوشعيب المباركي وحسن الصواري الذي لم يسترجع كامل لياقته بعد الإصابة. أكبر الغائبين عن اللائحة الإفريقية هو السنغالي مامادو بايلا تراوري الذي قد يوقع في الأيام القليلة المقبلة لنادي أم صلال القطري. بيرتران مارشان وضع الثقة في بعض الأسماء الشابة كمحمد الشيبي، زكريا الشعباني إلى جانب زكريا الجوهري وسفيان طلال، تؤطرها أسماء لها التجربة الكافية في مثل هذه الاستحقاقات الإفريقية كالعميد أمين الرباطي الذي بدأ يتعافى من الإصابة، ياسين الصالحي، عبد الحق إيت العريف ورشيد السليماني. والهدف يبقى واحد، هو محو الصورة الباهتة التي ظهر بها الأخضر في النسخة الماضية والعودة من جديد لإحراز أغلى الألقاب الإفريقية.